أصبحت الهيئة العربية للمسرح لها دور كبير في إرساء دعائم المسرح العربي، حيث كان لها الدور في إقامة مهرجان المسرح العربي، حيث كان بهذا المهرجان التفاعل الكبير على مستوى المسرح في الواقع العربي، حيث أن هذا المهرجان قد أضاف طفرة نوعية كبيرة من خلال إيجاد مقومات جديدة لأسس تنافسية أضافت الشيء الكبير للمسرح العربي من خلال جائزة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي. إن هذه الجائزة أضافت مقومات جديدة للعروض المسرحية من ناحية الإخراج والتأليف والتمثيل وسينوغرافيا العرض المسرحي. وكذلك كانت الهيئة العربية للمسرح الدور الكبير في إعطاء أهمية للفنان المسرحي العربي وتكريمه من خلال اليوم العربي للمسرح، من خلال كتابة رسالة اليوم العربي للمسرح وإلقائها في يوم افتتاح مهرجان المسرح العربي. وكذلك كان لها الدور الكبير في قيام الورش والندوات الفكرية وإصدار الكثير من الكتب المتميزة التي أرسلت إلى تطوير العملية النظرية المسرحية على مستوى الوطن العربي. وكذلك كان لها الدور الكبير في إرساء استراتيجية جديدة للمسرح المدرسي، حيث صحيح الفنان المسرحي محسن النصار مسرحي من العراق،